تستشعر في العبادة بأنها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن الله فرضها، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأهل القيام تركوا النوم، تركوا الزوجات، وتبشبش الله لهم وضحك لهم، وضحك لهم سبحانه وتعالى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ثلاثة، يحبهم الله ويضحك إليهم، اللهم اجعلنا منهم. ورجل ترك حبه وزوجه وقام يعالج نفسه، ورجل في عصابة في سفر، عصابة يعني عصبة جماعة، حتى إذا كان النوم أحب إليه من الدنيا وما فيها ناموا، فقام ذاك الرجل يعالج نفسه ويقوم الليل إرضاء لله عز وجل، محبة للأمر الذي يحبه الله عز وجل. ما الذي دعا الأسود بن يزيد 6 أشهر يمشي ومع رفقته يخرج من السفر، يرجعون قبل ب6 أشهر، كلما جن الليل توضأ وصلى 10 أجزاء بالسفر والحضر، عاد الناس وعاد وهو يعرج، ولما دخل البيت بعد 6 أشهر من المشي لا على دابة في الليل، عالج نفسه بعد 6 أشهر وأخذ يصلي إلى الفجر. ما الذي جعل عامر بن عبد قيس يصلي كل يوم 1000 ركعة ويديم الصيام؟ كل ذلك محبة لما يحب الله عز وجل. والله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفرض لا تسل، هذا بالنفل حالهم، كيف بالفرض؟ في الصلاة إذا قاموا لله عز وجل أرحنا بها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قبل الصلاة تهيئوا وتوضؤوا وأحسنوا، فإذا دخلوا في الصلاة حالهم لا كحالنا. إذا قال الله أكبر نسى الدنيا وما فيها، يقول لأهله وزوجه تحدثوا عندي إذا كبرت، وهذا بالسنة، فإني والله لا أسمعكم مع الله أكبر. بعد رمضان 30 يوما تعلمنا القيام، تعلمنا الصيام، تعلمنا حفظ الجوارح، حفظ اللسان. ومن يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، من لم يدع قول الزور والعمل به.